السلام عليكم ومساء الخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكيف العادة خوكم كريشو هذا ديما حداكم وطيلة رمضان معاكم. اليوم معانا شيوة بنينة وحنينة وطالعة سمينة، كنحتاجوا لهذا الخبز الغليظ والمطبز، خبز كريشو بحالي هذا. غادي نقطعوا شرائح وغادي نوريكم كيفاش غادي نصبوا الساندويتش ديال كريشو. بلاصه الطبوزيه كاع وغادي نقطعوا واحد جوج ديال لي طرونش. طرونش الاول والطرونش الثاني، هادشي اللي محتاجين. صافي هذا غنخليوه حتى لكوتي. غادي نجيو للشريحه الاولى وغادي نديروا عليها واحد شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال المليحه، ونديروا المقيله ديالنا سخن باش نقرملو الخبيز. ما فيها باس نديرو طريف ديال الزبيده هكذا، ونحطو الخبيز ديالنا باش يتقرمل لهاد الطريقه. اما الثاني بوحدو، غناخدو الكاس ديالنا وغنمشيو في الوسط وغادي نحيدو ليه هاد البضيعه ديالنا. هادي برافو كريشو. وغادي نقلبوه للجهه الاخرى ونخليوه يتحمر على خاطر. نجيو هنا ونحطو هاد الخبيز كيف ما شفتوه بهاد الطريقه، ونديروا ليه طريف ديال الزبيده في الوسط. من بعد ما تقرم لنا الخبيز ديالنا من هنا، غادي ناخذوا البيضه ديالنا وغادي نكبوها في هاد البليصين بهاد الطريقه. ودابا غادي نزيدوها الفورماج ونخليوها طيب على خاطرها. نديروا شويه المليحه من الفوق ونزيدوا شويه الزبيده في الجناب. من بعد ما طابت لينا من هاد الجهه غادي نحاولوا نقلبوها هكذا. واو 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 برافو كريشو. من بعد ما طاب لينا الخبيز ديالنا غادي نجي نديرو الشريحه الاولى بحال هكذا، وغادي نديرو عليها لاصوص بيتزا ديالنا بحال هكا. وشحال شهيه هاد الساندويتش. غادي نديرو المايونيز ديالنا كمسا، ونجيو نديرو شي شويه ديال لاصالاد فيغت. غادي نحطو الساندويتش ديالنا وغادي نعاودو نديرو فوق منه واحد شويه ديال لاصوص وشويه ديال المايونيز. غادي نديرو لنا شويه مليحه وشويه ديال البزار، واحد شويه ديال الاعشاب المنسمه بهذه الطريقه. من بعد ما وجد لينا الساندويتش ديالنا غادي نقسموه. بسم الله. ايوا كي جاكم هادشي؟ ايوا في كوزينة كريشو غير بالقليل نعيشو.